try this yourself. It's extremely dangerous. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في الفيديو الثاني هو تتمة ديال الفيديو تاع كيفاش نشفر النقاط في الفروض. حتى الآن بقى في نموذج ديال الفرض الأول. كنا في الفيديو اللي فات شفنا التمرين واحد، شفنا السؤال واحد والسؤال جوج، وشفنا السؤال ثلاثة وحسب لا ليميت وجاوبنا على هاد لا ليميت. دابا غنجاوبو على بي وسي باش ندوزو للتمرين الثاني. بالنسبة لهنا، بالنسبة للناس اللي شافوا الفيديو اللي فات، فأنا كنت نسيت ودخل الجدر كل شيء، فهو التصحيح ديالو، يعني أنا ما دخلش الجدر كل شيء، كان أنا عنده ناقص إكس، متفقين؟ لأنه اللي درنا ليه الجدر كل شيء يكون شكل هو محدد. دابا غندوزو لبي، عندنا بي تساوي هي لا ليميت، هي لا ليميت مني إكس تمشي لبليس لانفيني تاع الجدر المرتبة ثلاثة تاع إكس أس ثلاثة زائد اثنان إكس ناقص إكس. أول حاجة سنقول لكم دائما في مرحلة لا ليميت هي مرحلة التعويض، يعني في مبالي إكس أنعوضه هنا دائما الجدر يعطيك بليس لانفيني، يعني هاد البلاصة تعطيك بليس لانفيني، نجدر لون مغير، هاد البلاصة تعطينا بليس لانفيني، وهاد البلاصة إلا عوضتها بليس لانفيني تعطينا بليس لانفيني، ولكن مع هاد الناقص تعطينا موان لانفيني. وبالتالي بلس لانفيني موان لانفيني الشكل غير محدد لانه من نوع بلس لانفيني زائد موان لانفيني، لان هذا هو هذا، متفقين؟ وبالتالي خاصني ندير شي طريقه. يقدر شي واحد يقول بان الجدر ممكن نديرو ليه المرافق، يقدر شي واحد اخر ولا شي واحد اخر يقول لنا لا راه ممكن نعملو غير باكس، شنا الاستاذ اللي دير لنا هاد اللقطه وهاد اللقطه، ولكن نقدر نقول لكم بانه ما علموكمش ماشي كلشي بطبيعه الحال، ما علموكمش امتى ديروا التعميل وامتى ديروا الظرف مرافق. لاحظوا معايا كيفاش نولي مر مره الاولى نشوف ونعرف واش ندير التعميل او لا ندير المرافق. لاحظوا معايا بداخل الجدر ناخذ اكبر درجه، شنو اكبر درجه هنا؟ هي واحد، وتنجي العدد اللي على برا هو شنو هو؟ هو اكس. تنجي المعامل اللي حداه هو تنشد المعامل اللي على برا اللي هو واحد، ترفع اوكار شحال يعطيني؟ واحد، عطاني واحد، تسدد واحد، تنقارنو مع المعامل أكبر درجة اللي كاين في الداخل ديال سميتو يا ربي، في الداخل ديال الجدر، يعني كيدير واحد لواحد هدا تاع واحد، هو هدا واحد كدير مع هدا لينا مساويين، مني مساويين يعني ما يسلقش ليهم، ما يصدقش ليهم التعميل، وبالتالي بأنه عندهم نفس المعامل، بس ضروري أنا أوكاري خارج الجدر دير أوكاري. يعني ندير الضرب في المرافق، بينما كون كان هنا مختلفين، خرج ليا هنا مثلا واحد، هنا كانت عندي جوج ولا ثلاثة، ممكن نستعمل التعميل وأنا ما خرجش لأنهم خرجوا لي المعاملات مختلفين. نتمنى أن الفكرة تكون وضحت لكم، يعني أنا مباشرة نجي وندير سميتو، نجي مباشرة ونديرو قلنا الضرب في مرافق تتساوي لا ليميت من اكس تمشي لبلس لانفيني. شنو هو المرافق ديال هذا؟ متفقين؟ لانه الدرجه 3 عندك جوج مرتبه 3، عندك شي واحد يقول لي جوج مرتبه 3 ونديرو لنا الزائد، لا هذيك راه في جوج، الدرجه 3 راه عندها مرافق ديالها خاص. هنا ضروري قلت لكم باش تشدو مرافق تاع جوج مرتبه 3 شدو لي هذه ا اس 3 ناقص بي اس 3 تساوي ا ناقص بي عامل لي ا او كاري زائد ا بي زائد بي او كاري. الا ما عارفينش هادي في رجل مرتبة ثلاثة نساو عليكم شي حاجة سميتها لا ليميت ولا شي ولا النقاط، لانكم ما تحتاجوها في الاتصال القابلية الشيقة تلقى الجدر مرتبة ثلاثة تدور في الفروض، يعني خصك تكون ضابط الامور ديالك او لا ضابط الامور ديالك. اش عندنا؟ عندنا رجل مرتبة ثلاثة ديال اكس اس ثلاثة زائد جوج اكس ناقص اكس. دائما تكون عندك رجل مرتبة ثلاثة، راه هذا هو ا، هذا هو ا، وهذا هو بي، حتى عندنا الناقص، المرافق ديالو هو شنو هو؟ هو او كاري زائد ا بي زائد بي او كاري، يعني نجي نديرها، يعني المرافق ديال هذا هو الجذر من الرتبة 3 ديال اكس أس 3 زائد جوج اكس الكل او كاري، يعني هي زائد ا في بي، يعني اكس في هذا، متفقين؟ دائما نخلو الجذر هو الأخر، اكس في هذا هو ا وهو بي، قلنا ا في بي ولا بي في ا، نفس الشيء لأن الضرب تبادلي. يعني هي اكس جذر
مرات ب3 ديال اكس اس 3 زائد 2 اكس زائد بي او كاري يعني هي اكس او كاري، يعني اللي ضابط الامور ديالو راه ممكن مباشره من هنا يدوز يدير هذه اللقطه ويحط هنا المقام المرافق، يعني اللي ضابط الامور ديالو مزيان على المقام اللي هو نفسه، يعني نحط المرافق هذا نفسه، يعني هو الجذر مرتبة 3 ديال اش ديال اكس اس 3 زائد 2 اكس الكل او كاري هاي فين هي، زائد اكس الجذر مرتبة 3 ديال اكس اس 3 زائد 2 اكس زائد اكس او كاري. هذا اش يعطينا؟ لان مكتوب عندكم متطابقة عامة ا ناقص ب عامل ل ا او كاري زائد ا في ب ولا ب في ا نص سي زائد ب او كاري، اش يعطينا؟ يعطينا هو ا اس 3 ناقص ب اس 3. متفقين؟ بصح هنا نجو نديرو المرافق لا ليميت مني اكس تمشي لبلوس لانفيني الفوق شحال يعطينا؟ يعطينا ا اس 3 ناقص ب اس 3، يعني يعطينا كي اللي يجيو يديرو مباشرة، فقلت لكم اللي ضابط الامور تاعو يجي يديرو مباشرة وما يخاف من والو، اللي ضابط الامور تاعو انا تمشي بهدف كل شيء يفهم. 3 ناقص ب واش عندي هو اكس، هو اكس الكل اس 3، المقام اي بقى نفسه ولكن نشوف القضية تاعو كيفاش. عندك الجزء مرتبة 3 ديال اكس اس 3 زائد 2 اكس الكل او كاري زائد اكس جذر مرتبة 3 ديال جذر اكس او كاري زائد 2 اكس زائد اكس او كاري تساوي. هنا اش قلت؟ تنقول لكم دائما من تكون عندي نفس الرتبة هي نفس الاس، يعني تتلاقاو هادو تيطيرو ليا الجذر، يعني شحال تبقى ليا؟ لا ليميت مني اكس تمشي لبلوس لانفيني، الفوق تبقى عندي اكس اس 3 زائد 2 اكس ناقص اكس اس 3. متفقين؟ هنا غيمشي ليا عددان متقابلان مشاو طران مع طرطلان، يعني غيبقى ليا لتحت شنا هو؟ غيبقى ليا هو المرافق اللي هو الجذر مرتبة 3 ديال اكس اس 3 اكس اس 3 زائد 2 اكس الكل او كاري زائد اكس فاش فرجة مرتبة 3. عندك شي واحد يتحب الاكس تبع اس 3 تبع الرتبة، متفقين؟ هي اكس اس 3 زائد 2 اكس زائد اكس او كاري، متفقين؟ اللي شحال تساوي ليا؟ هنا اللي جيت نعوض دابا المقام راه بين كامل يعطينا بلوس لانفيني، لان هذا بلوس لانفيني وهذا بلوس لانفيني وهذا بلوس لانفيني، والفوق يعطينا بلوس لانفيني بجوج هي بلوس لانفيني، بلوس لانفيني على بلوس لانفيني هي شكل غير محدد. المهم باش نطير هذا الشكل غير محدد خاصني نطير هذا اكس اللي كاين الفوق، هذا اكس اللي كاين الفوق خاصها تطير باي طريقه، ولكن باش تطير هذاك اكس اللي كاين الفوق يعني باش نحيدو القضيه ها هي باش تمشي هادي ها هي مشات مشات مع هادي زائد 2 اكس راه هي 2 اكس لان التابك غير موجب. هنا خاصني نعمل في المقام اكس، لاحظوا كندير اكس بلس بلس لانفيني طران هنا 2 اكس، هنا لاحظوا معايا باش نخرج اكس من التعبير خاصني نعمل بداخل الجذر، ولكن باش نعمل بداخل الجذر باش نخرج اكس نعمل باكس اس 3، متفقين؟ ونجي نتانا هنا ديجا عندي اكس، هنا ديجا عندي اكس، متفقين؟ ولكن ممكن نخرجها الى بغيت، وهنا راه ديجا عندي اكس، انا نعمل بهم هنا وهنا بثلاثة باش نسدو الفكرة ماشي مشكل. عندنا سيادنا جذر مرتبة 3 الكل او كاري يعني هي باقة، هنا بداخل الجذر نعمل ب اكس اس 3، ها هي اكس اس 3، هاد الطرف الاول عملت اكس اس 3 شحال يبقى ليا؟ يبقى ليا واحد، الطرف الثاني ما عنديش اكس اس 3 راه عندي اكس، يعني بحال نشد جوج اكس ونقسمها على اكس اس 3 هي فين هي اكس اس 3، وبالتالي غتمشي لك واحد اكس مع واحد اكس شحال تبقى لك؟ هي جوج على اكس او كاري. هاي باش نوضح اكثر كما قلت لكم هذاك الشيء اللي تنعمل به تنقسم عليه، عملت اكس اس 3 تنخلي التعبير نفسه ها هو ها هو اكس اس 3 زائد 2 اكس ونقسم على داك الشيء باش عملت، يعني نعمل هنا اكس اس 3 طبعا الحال هنا اكس اس 3 اكس اس 3 نسمع اكس اس 3 تعطيني واحد تعبر لنا نفسه واحد، هنا عندنا 2 اكس واكس اس 3 راه هي اكس في اكس او كاري كاين ولا ما كايناش؟
مشات لي اكس مع اكس وقالت لك هي جوج على اكس اوكار، هي فين هي جوج على اكس اوكار؟ عرفتها من جاب دابا ملي شي واحد يقدر ما يعرفش. دابا الثانيه راه ما نديرهاش فيها لان مش راح تتابع. دابا الا جينا للمشروع نلقاو في نص التعبير اللي كاين هنا زائد اكس تاعنا نديرها ماشي مشكل، مشات المرتبه 3 اكس اس 3 عامل لي واحد زائد جوج على اكس او كاري، متفقين؟ زائد اكس او كاري. دابا شنو هو العامل المشترك ما بين الطرف والطرف والطرف؟ راه باين شنو هو، راه هو اكس. ولكن قبل مازال ما بينتش، دابا نبين بها دابا دابا اكس تو بلس لانفين. ها حنا عارفين واحد الخاصيه في الجذر بصفه عامه، من جذر مرتبه ان ولا اي جذر تقول لينا فين نكتبها فين نكتبها. اوكي نديرها. إلا عندك جذر مرتبة ان ديال أ في بي، ماذا تساوي؟ جذر مرتبة ان ديال أ في جذر مرتبة ان ديال اش ديال بي. هاهي تا هو أ، أنا نعتبرو هذا هو أ وهذا هو بي. أش تولي عندي هنا؟ تولي عندي هي جذر مرتبة 3 ديال إكس أس 3، ولكن منساش راه هادشي كامل أوكاري فاش؟ في جذر مرتبة 3 ديال هذا ديال واحد زائد جوج على اكس اوكار. باش عاش بنادم تتخلع من هذا، لان فيه بزاف الحساب واصلا بنادم عنده بروبليم ديال الحساب يعني. ولكن تبع معايا ايطاب باغ ايطاب، زائد اكس فاش في الجذر من الرتبة 3 ديال اكس تاعنا نطبق لانه ا في بي، يعني نطبق على هاد الخاصية في الجذر من الرتبة 3 ديال واحد زائد جوج على اكس اوكار زائد اكس اوكار. وحنا اش قلنا؟ فينايا فينايا انا راه اكس اس 3، وقلت لكم واحد الخاصيه هي نجي نديرها تابعكم تابعكم فين نديرها. نديرها هنا هاي عندنا الى عندك جذر من الرتبه ان ديال اكس اس ام، متفقين؟ اش تساوي؟ تساوي هي جذر من الرتبه ان ديال اكس الكل اس ام، هي هذه متفقين؟ هي هذه. دابا بحال من تلقى لي هنا 3 وتلقى لي انا 3، ياك اش غيديرو هادو؟ بجوج يطيرو ليا الجدر. حنجي لهنا فينايا عاوتاني هنا عندك اس 3 والدرجة 3، من هنا يتلاقاو بجوج اش غيديرو؟ غيطيرو ليا الجدر. واش متفقين علاش يطيرو؟ تنديرو مساحة علاش يطيرو؟ حيت يتلاقاو بجوج 3 3 تيتلاقاو تيطيرو ليا الجدر، لأن نورمالمون باش نفيكسو هاد القضية، لأن نورمالمون هادي اللي بغيت نبسطو. عندك جذر مرتبة 3 ديال اكس اس 3 يساوي هو اكس، قلنا الرتبة تطلع فوق هيا والاس تمشي المقام، و 3 على 3 هي شحال؟ هي واحد، و اكس اس 1 هي اكس. واش مفهوم الفكرة من تجي؟ هذا هو التعليل ديال من تجي. هاهي يعني هنا شحال غيبقى ليا؟ غيبقى ليا اكس، ولكن تسمحوا ليا غنمسح هاد البلاصة هنا باش نجي نكمل، أولا نمسح هنا مسح هاد البلاصة لأن كاين اسباس هنا أكثر باش نجي نكمل. كما قلت لكم نجي نكمل هنا، تتساوي هي الفوق يبقى عندي لا ليميت مني اكس تمشي لبلوس لانفيني ديال اش ديال اش ديال جوج اكس. هنا قلنا تبقى لك هي اكس لان هذا يمشي ليك في الجذر المرتبة 3 ديال واحد زائد جوج على اكس او كاري، زائد هنا تولي عندك اكس هادي وهذا قلنا يطير مع هذا يبقى لك اكس، وبالتالي اكس مضروبة في اكس نجمعهم جوج ويولو هي اكس او كاري. خاصية ديال القوة في الجذر من الرتبة 3 ديال اش ديال واحد زائد جوج على اكس او كاري زائد اكس او كاري. دابا شنو هو العامل المشترك؟ نسيت واحد القضية نسيتها، الكل او كاري. هنا الكل او كاري، هنا غنستعمل واحد الخاصية هنا ولكن نديرها بطريقة مباشرة. بحال قلنا ا في بي الكل اس ان، شحال تعطينا؟ هي ا اس ان فاش في بي اس ان، يعني هاد الاوكاري ينزل هنا ويبقى لها الطرف. شو كان ندير ليه؟ يعني تولي اوكاري وهنا هاي الشهر هاي بقات تفرقات باستعمال هاد الخاصية. كان عندي الكل اس ان جبت هذا هنا وعاوتاني جبته هنا وهنا راه نفسه يعني يبقى كما هو. واش متفقين؟ يعني صح هاد اللقطة اللي درت هنا هاهي انتوما راه تتكتبو معايا بطبيعة الحال تتساوي. دابا نسول راسي شناهي الحاجة اللي كاينة في هاد الطرف؟ هو الطرف الأول، الطرف الثاني، الطرف الثالث. شناهو العامل المشترك ما بين هنا وهنا وهنا؟ هو إكس. نعمل به تتساوي هي راه ليميت مني إكس تمشي بلوس لانفيني
خالد تبان لكم بويلر ما عندكمش خيار، نقولها لكم من دابا، من الاحسن نعمل بواحد اكس اوكاري لانه عامل مشترك. مزيان نعمل باكس اوكاري احسن ما نعمل باكس، اكس اوكاري مزيان نعمل باكبر درجه تولي 3، 1 زائد 2 على اكس اوكاري الكل اوكاري، زائد هنا عملت باكس اوكاري لان هذا وهذا وهذا هما العامل المشترك في الاطراف، يعني هذا عملت به تبقى لي بزر مرتبة 3 ديال 1 زائد 2 على اكس اوكاري، هذا عملت به يعني نورمالمون هذا راه مضروب في 1، يعني عملت به يبقى لي زائد 1، وبالتالي تمشي لي نورمالمون شنو هو اكس في اكس، اكس اوكاري راهي اكس مع اكس، مشات لي اكس مع اكس، اولا نقص من هذه الدرجة اللي عارف الامور ديالها، تمشي بلوس لانفيني، فوق دابا شحال يبقى لينا 2، ولتحت غتبقى لينا 1 اكس عامل الجذر من رتبة 3 تاع 1 زائد 2 على اكس اوكاري الكل اوكاري، زائد الجذر من رتبة 3 ديال 1 زائد 2 على اكس اوكاري زائد 1، متفقين؟ دابا اش بقى ليا؟ دابا بقى ليا الا ان نعوض ونلقى النتيجة، النتيجة الفوق مهني منه كاين عدد، نجي لهنا عارفين نعوض فما بين اكس نعوض بعدد بي بلس لانفيني، عارفين بان عدد على لانفيني هي زيرو، يعني هذا مشى ليا الزيرو وطبيعة الحال هذا مشى ليا الزيرو، شحال بقى ليا هنا؟ هنا راه كاين واحد ديجا، هنا الجزء مرتبة 3 ديال واحد تعطينا واحد، تانا قادر مشى للزيرو، الجزء مرتبة 3 تاع واحد ليا واحد، واحد اوكاري تعطينا هي واحد، وبالتالي واحد زائد واحد زائد واحد تعطينا 3، ولكن ما ننساوش راه هنا عندي اكس باش نعوضو بلس لانفيني، يعني تولي عندك 3 في بلس لانفيني هي بلس لانفيني، وجوج على بلس لانفيني تعطينا هي زيرو، لأن عدد على زيرو تعطينا زيرو، النتيجة تساوي زيرو، ولكن التعليل لأن لا ليميت مني اكس تمشي بلس لانفيني ديال هذا ديال جوج على اكس اوكاري تتساوي زيرو، هو لا ليميت مني اكس تمشي بلس لانفيني ديال هاد اكس بوحدها هادي شحال تساوي؟ تساوي بلس لانفيني، هو رب احترم مصحح والاستاذ يعرف بانك راك عرفتي هنا مني قلت لي التعليل مشى لزيرو مشى لزيرو راه مبين انا تبقى 3 وهادي بلس لانفيني وعدد بلس لانفيني هي زيرو، نقول لهم في الاخر اذا بي بلتي تساوي شحال هي لا ليميت مني اكس تمشي بلس لانفيني ديال الجذر مرتبة 3 تاع 3 وقال اكس لا تاع اكس اس 3 قلب داكشي اكس اس 3 زائد 2 اكس ناقص اكس تساوي صفر، يعني هادشي كامل هادي هادي كاملة وهاد الخدمة كاملة سوات ليا صفر، ولكن بعدات عليا الصفر هذا هو الأهم، يعني ما نجيبش الصفر وبالتالي حصلت على نقطة ونص، فمسح السبورة باش ندوزو للسي باش تنفهموها مزيان. ندوزو لدابا لا ليميت سي، لا ليميت سي سهلة، عندنا رجل مرتبة جوج وعندنا واحد القضية باينة تساوي لا ليميت مني اكس، ولكن كاين واحد اللقطة مهمة، خدام على موال انفيني وعندو جذر مرتبة اكس مرتبة جوج اكس زائد واحد زائد ثلاثة اكس، قلنا من تتلاقى لك الجذر تكون عندك واحد التعبير على برا وتكون عندك لانفيني تنشد داك العدد اللي على المعامل اللي حدا المجهول اللي على برا هو شحال؟ 3 3 الرفعة اوكارية شحال؟ هي تساوي فهم 3 اوكارية تساوي تنقارنها مع هاد المعامل اللي كاين هنا واحد، بما ان تساوي تخالف واحد فمباشرة غنديرو التعميل وليس الضرب في المرافق، يعني من تكون عندك هاد المعامل الى رفعت اوكاري عطاني نفس اكبر درجة للمعامل داخل الجذر فاش ندير؟ تندير التعميل كما شفنا في الحالة بي، يعني إذا جات واحد در يعمل في الحالة بي تحت بشكل غير محدد، متفقين؟ بينما من قلنا من تكون عندي المعامل هذا أوكاري سوى لي المعامل تندير المرافق، أما من تكونوا مخالفين يعني إذا رفعت أوكاري عطاني 9 وأنا المعامل اللي كاين هو شحال فهذا من جاني من هنا، ولكن شديت 3 رفعت أوكاري وهذا واحد من جاني جاني من حدا اكبر دراجة اللي كاين داخل الجذر، ملي تكونوا مختلفين فتنعمل، ملي تكونوا بحال بحال تندير الضرب في المرافق، متفقين؟ يعني بلا ما نطيح في المرافق ونقول بلا ما نعمل ونطيح بشكل غير محدد وندير المرافق او العكس، يعني من البداية نكون عارف الامور ديالي، عندنا سيادتنا قلنا غنعملو،
كتساوي هي لا ليميت مني اكس بشي موال انفيني، نعمل بداخل الجذر باكبر درجه، تولي عندك الجذر مرتبه جوج اكس او كاري. هنا شحال يبقى لي في الطرف الاول؟ يبقى لك واحد ناقص الطرف الثاني عندي اكس، يعني تبقى اكس ونقسم على اكس او كاري، هتمشي لك اكس مع اكس، هتبقى شحال تبقى لينا؟ هي واحد على اكس. انا نجي نشرحها لكم هنا، واحد على اكس زائد، واش الطرف عندي شي اكس او كاري؟ لا ما عنديش، نقسم عليه، هي واحد على اكس او كاري ناقص 3 اكس. نجي نشرح لكم ما بداخل اش وقع ما بداخل الجذر. عندنا سيدنا اكس او كاري ناقص اكس زائد واحد، عملت باكبر درجه اللي هي اكس او كاري، قلنا اكس هو التعبير نفسه متفقين، ولكن غنقسم على داكشي اللي عملت فيه. باش عملت في اكس او كاري؟ اكس او كاري اكس او كاري، يعني اللي مدارش اوموار يدير هاد القضيه من بعد تدخل ليه في راسو ويولي بوحده ويعرف شنو هو التعميل. هنا التعبير على نفسه عطينا واحد، هنا شنو هي اكس او كاري؟ راه هي اكس في اكس، بطبيعة الحال مشات لك اكس مع اكس الفوق، قال لك واحد راه ماشي والو، والو في اختزال، راه هي واحد على اكس زائد واحد على اكس او كاري. متفقين؟ كي درنا انت درس هاد اللقطة، ها هي من جهة هاني وريتها لكم هنا. علاش دابا ولا عندي جذر ا في بي؟ ماذا يساوي؟ يساوي هو جذر ا في جذر بي. تقول لي فين هي؟ غنقول لك ها هي ا، وبما ان عندك قوس راه بقى بحالنا كاين الضرب، هنا كاين بي، يعني نطبق علاش هتولي هي لا ليميت مني اكس تمشي لموال انفين تاع الجذر من رتبة جوج تاع اكس او كاري، فاش في الجذر من رتبة ان يعني جوج تاع واحد ناقص واحد على اكس زائد واحد على اكس او كاري ناقص 3 اكس. متفقين؟ نمسح هنا باش نجي نكمل. ها حنا نمسحو، نجي نكمل هنا. تتساوي هي لا ليميت من اكس بس بلس لانفين، ولكن في الرتبة الدرجة جوج من تكون عندك شي حاجة مرفوعة او كاري، عندنا واحد الشرط. تقول لي شنو هو؟ عندنا سيدنا الى عندك الجذر ديال مثلا ديال اكس الكل او كاري، هذه تتساوي اكس، واش متفقين؟ ولكن من تكون عندك درجة عندك هنا او كاري كاين هنا لتحت، ماذا يساوي؟ يساوي هو القيمة المطلقة ديال اكس، بحيث اذا كان هاد اكس، هاد اكس كان كبر من الزيرو، اولا هاد اكس ممكن يكون صغر من الزيرو، فإذا كان اكس كبر من الزيرو فهاد القضية كدير شير ليها، فإذا عندك اكس كبر من الزيرو تنقول بأن القيمة المطلقة ديال اكس تساوي نفسها، لأن بداخل القيمة المطلقة موجب. أما إذا كان داخل القيمة المطلقة سالب فتنقولوا بأن القيمة المطلقة ديال اكس تساوي ناقص اكس، حيت حنا اش عارفين بأن القيمة المطلقة دائما كديرة موجبة، يعني كبر من أو تساوي الصفر، يعني إذا كان موجب ما عنديش معاه بروبليم، ولكن إذا كان سالب باش التعبير يكون موجب ضروري خصني ندخل عليه الناقص، باش تلاقى الناقص مع الناقص وتعطينا التعبير اللي هو موجب. متفقين؟ راك ديجا شرحتها في الفيديوهات اللي قبل. تساوي قلنا هذه نورمالمون اش تعطيني هي القيمة المطلقة ديال إكس، فاش في جذر من رتبة واحد، هذا هو البياج ديال راه في الفروض، ضروري ما يحطوا لكم بياج، ما يحطولش لكم داكشي سائل، يعني كاين السائل وكاين دي بياج. 3 إكس، بما أننا هنا عفوا راه خدام عند موال انفيني، عقل على هاد القضية، إلا كنت خدام جوار موال انفيني فالقيمة المطلقة ديال إكس تساوي ناقص إكس، أولا داك التعبير تدخل عليه الناقص بصفة عامة، يعني إلا عندك تعبير بصفة عامة حيدوا هاد الإكس. تعبير بصفة عامة، أما إذا تخدم جوار بلوس لانفيني فالقيمة المطلقة تاع داك التعبير تتساوي هي نفسها. متفقين؟ يعني إذا تولي خدام عند موال لانفيني تولي عندك لا ليميت من إكس بشكل موال لانفيني، خدام عند موال لانفيني تولي هي ناقص إكس، فاش فرجة مرتبة واحد ناقص واحد على إكس زائد واحد على إكس أو كاري ناقص 3 على إكس. أبخي نعملو، متفقين؟ نعملو بالعامل المشترك اللي هو إكس باش نخرجو من فورم انديتيرمين، كنديرو ليها فسهلة، يعني التعميل عادية ماشي شي حاجة. يعني شنو هو الطرف الأول وهو الطرف الثاني، شنو هو العامل المشترك ما بين هنا وهنا؟ راه هو هاد إكس، فنعملو بيه هاهي، يعني شحال يبقى لك في هاد الطرف؟ يبقى لك هو ناقص جذر، أولا هاديك الناقص ماشي مشكل باش ما ندوخش ونخليها ناقص، لأن إذا درت عملت ناقص في الإشارة تاعنا تبدل،
المهم الناس اللي عارفينها هي ليك، والناس اللي ما عارفينهاش فالا عملت بتعبير اللي هو سالب، فالاشاره من داخل التعبير الاصلي تتبدل للاشاره ديالها، تولي هي واحد ناقص واحد على اكس زائد واحد على اكس او كاري ناقص، هنا عملت الاكس تبقى عندك ناقص 3 اوكي، تتساوي لا ليميت من اكس تنفر بلس لانفيني موال لانفيني عفوا، ها هي موال لانفيني. دابا لاحظوا معايا مرحله التعويض، يعني هذا تبقى لي موال لانفيني، هنا عارفين بان اكس نعوضها بلانفيني، عندك موال لانفيني الكل اوكاري اللي هي بلس لانفيني، عدد على لانفيني بصفه عامه مشى للزيرو، ثاني عدد على لانفيني مشى للزيرو، يعني شحال يبقى لي انا هو جذر واحد ومعك ناقص يبقى لك هو ناقص واحد، وهنا ناقص 3 متفقين، وناقص واحد ناقص 3 هي ناقص 4، و اكس مش عوض طلع على برا بموا لانفين، وعارفين بان لانفين صافي نعطي مباشره النتيجه ما نحتاجش بان نبقى ندير لا ليميت، وحنا عارفين واحد القضيه عارفين بان لانفين في عدد تعطينا هي لانفين هاهي، وتدخل قانون الاشاره فهذا سالب لانفين الاشاره تاعو سالبه والعدد الاشاره تاعو سالب، وبالتالي السالب في السالب يعطيني موجب، يعني هذه النتيجه شحال تعطيني هي بلس لانفيني، ونمشي ندير ليه جوستيفيكاسيون علاش، لان اش لان لا ليميت من اكس تمشي موال لانفيني ديال هذا واحد على اكس تتساوي نفسها لا ليميت من اكس تمشي موال لانفيني ديال هذا اللي هي واحد على اكس او كاري اللي بجوجهم شحال تيساوي ليا زيرو، متفقين، و لا ليميت من اكس تمشي موال لانفيني ديال اكس شحال تتساوي لا دال لا برسا موال لانفيني، اذا السي اللي شحال تتساوي لا ليميت من اكس تمشي موال لانفيني ديال التعبير اللي عندنا هو الجذر المرتبه جوج ديال اكس او كاري ناقص اكس زائد واحد زائد 3 اكس شحال تتساوي، هذه ساهله تتساوي شحال تتساوي النتيجه بلس لانفيني، متفقين، وبالتالي نكون حصلت في التوتال كامل على 4 نقاط ونص بكل سهوله، لانني فقط نكون ضابط لا ليميت، يعني لا ليميت تبعكم تبعكم، ما تنساش ننصح اي واحد يكون شد لا ليميت وتركز عليها بزاف لا ليميت بالاخص في مستوى البكالوريا، هذا ما كان بالنسبه للتمرين الاول، فهذا نكونوا سالينا التمرين الاول ونكونوا شفرنا شحال 8.5 نقطه، متفقين، 8.5 نقطه غير في التمرين الاول، وباقي تابعينا تمارين واحد الاخرين باش نكملوا ان شاء الله 20، ونتمنى اي واحد اللي تبع لاشين ان شاء الله يجيب 20 يفرحني بطبيعه الحال، لان هذا هو البينيفيس ديالي ماشي اي حاجه اخرى، فنتلاقوا في الفيديو الجاي باش نفهموا امور واحده اخرى جديده تكون في الفروض، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.